السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي أخواتي، أقدم الفيديو سعد الفلاح طبيب مختبرات طبية من ليبيا. سنتكلم في هذا الفيديو ونشرح درس من أهم الدروس والتي يحتاجها ويطلبها الكثير من الأخوة أطباء مختبرات طبية، سواء كان من المتدربين أو من الأخوة الذين لهم باع طويل في هذه المهنة، مهنة المختبرات الطبية. سندرس جهاز كوباس انتيجرا 400 بلس، المعروف طبعا في المختبرات الطبية، وكثير من المستشفيات تفضل العمل على هذا الجهاز لأنه أثبت كفاءة عالية من حيث سرعة إنجاز النتائج وكذلك اختصار الوقت والجهد. طبعا جهاز كوباس انتيجرا 400 بلس جهاز يشمل نظام كامل للكواليتي كنترول وكذلك نظام صيانة ونظام للكالبريشن. سنتكلم خطوة بخطوة لنفهم طريقة عمل هذا الجهاز. طبعا لا يسعنا شرح واحد أو اثنان، سيكون لنا العديد من الفيديوهات وستكون سلسلة كاملة لشروحات جهاز كوباس انتيجرا 400 بلس. فنتوكل على الله ونبدأ أول الدروس، وهي التعريف بالجهاز وطريقة عمل الجهاز، وتكون نظرة عامة ليتعرف الكثير من الأخوة على هذا الجهاز والذي أثبت نجاحه في المختبرات الطبية. فنتوكل على الله. للبدء في العمل على جهاز انتيجرا 400 بلس، نقوم بفصل العينة، عينة سواء كانت عينة سيرم أو بلازما، ونفصل السيرم ونضعه في كب مخصص يأتي مع الجهاز، كب صغير الحجم لقراءة العينة. كما نشاهد هذا الرك يوجد منه العديد على الجهاز. أنا اخترت الرك رقم 6 مع بوزيشن رقم 1، يعني هذا الرك يحمل عدد من العينات وأنا اخترت البوزيشن رقم 1. كما نلاحظ هنا السيرم، هذا البوزيشن رقم 1، وهذه الكب المخصصة تأتي مع الجهاز، نضع فيها كمية السيرم على أن تكون على الأقل 300 ميكروليتر، ليست أقل من ذلك، حتى يستطيع الجهاز بواسطة السنسر أن يقرأ العينة. نضع العينة الكمية على الأقل 300 إلى 500 ميكروليتر من السيرم أو البلازما، وعلى حسب ما أختار من الجهاز، مع تحديد رقم الرك ورقم البوزيشن. ثم نأخذ الرك بالكامل ونضعه في مكانه المخصص، يوجد مكان مجرى، نقوم بالضغط إلى أن يثبت في مكانه، و نلاحظ الضوء الأخضر ظهر. هنا الشاشة الرئيسية، من هنا نختار الكود ورقم المريض في الخانات التي نراها في الأعلى. هنا نضع رقم المريض، وسواء كان برمز أو بدون رمز. ومن هنا النيم، نضع اسم المريض مع تاريخ ميلاده، السكس ميل أو فيميل، والوورد، نضغط أوكي بعد كتابة اسم المريض، ونختار من هذه الخانات التحليل المطلوب. مثلا كدني، سأختار كرياتينين زائد يوريا. لو أردت أن أختار كل تحليل على حدة، بالإمكان نختار كل تحليل على حدة على حسب طلبي. هنا الليفر، ليبيدس، كاردياك، HbA1c، هنا البيومين. لو أردت أن أختار جليكوز مثلا، هنا القائمة التي اخترتها تظهر بهذا الشكل. نختار هنا الرك، رقم الرك، ومن بعدها البوزيشن تحت هذا الرك، هنا 6 بوزيشن 1، نضغط أوكي. الآن أدخلت بياناتي، نلاحظ هنا العينة في الورك ليست
الأوردر رقم 5، هذا رقم الأوردر. هنا التحاليل المطلوبة تكتب كلمة نيو على أساس لم يبدأ التحليل بعد. هنا من زر ستارت عندما يكون الجهاز مهيأ نضغط زر ستارت فيبدأ الجهاز بالعمل. سيبدأ يقرأ العينات التي طلبتها والأوامر التي أدخلتها. هنا بدأ الجهاز في العمل ولكن رفض هذه العينة بلوكت لأن reagent not on the bond. العينة بالإمكان أن ألغيها، أن أضغط على الماوس يمين ثم edit تعديل، تظهر لي هذه الشاشة، نختار التحليل، نلغي التظليل من على التحليل المطلوب، ثم نعمل حفظ من جديد. أوكي، نعود للورك ليست، اختفت من القائمة. تبدأ العينات بالعمل. هنا بالإمكان الاطلاع على النتائج أثناء عمل الجهاز. كل نتيجة تكتمل تظهر على هذه الشاشة، والنتيجة التي لا تزال في طور العمل لا تظهر حتى تكتمل. نلاحظ هنا كرياتينين ظهرت النتيجة، البيومين ظهرت النتيجة، يوريا ظهرت النتيجة. هنا كل عينة تكتمل calculated، تكتب كلمة calculated على أنها اكتملت العينة، والتي في طور العمل لا زالت تكتب running، يعني لا زالت لم تظهر النتيجة بعد. هذا كل ما لدينا. وسنتحدث